ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل إطلاق سراح اليوتيوبر أم نعيمة التي قضت في حقها المحكمة الابتدائية بفاس بسنة حبسا نافذا، وذلك بسبب قولتها كورونا ما كاينش. النشطاء أكدوا أن السيدة ابنة البادية ولا تفقه ما تقول بحكم أميتها، وقد يكون الأسبوع أو الأسبوعين اللذين قضتهما داخل أسوار السجن كافيان لردعها وتلقينها درسا كبيرا حتى لا تعاود إطلاق مثل هذه التصريحات. ونشرت الناشطة الفيسبوكية ميسا سلام الناجي تدوينة على صفحتها تطالب فيها بإطلاق سراح أم نعيمة، واستغربت قائلة: زعيمة حزب مغربي قالت كورونا مؤامرة، ما بالك بامرأة من العروبية جاهلة أمية؟ وأضافت ميسا: طبيعة خربق في الهضرة، والمفروض عقاب بسيط للتقويم، أسبوع التزام باش ما تبقاش تهضر فيما ليس لها به علم، ماشي عام كامل في الحبس حيد درويشة وما عندها حزب وجمعيات وجماعات ومدونين مراها يخرجوا يعربدوا عليكم بحال اللي داروا على عمر راضي وهجر ريسوني. طلقوا السيدة تمشي تكون في دارها وما تبقاش تهضر. تختم سلام الناجي تدوينتها: فاطمة الزهراء الحبيبة نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.